تعالى نتفق اولا ونراجع حته بسيطه كده. التكوين الرئيسي لاي لوح شمسي هو عباره عن دايود. في حد في الناس اللي موجوده معانا ما يعرفش يعني ايه كلمه دايود؟ يعني ايه دايود؟ خلاص نمسح السبوره دي. عايزك تحط الكلمتين دول يعني في دماغك كويس جدا، لان احنا هنشرح كاركترستكس وهنقرا من كتالوجات شركات بناء على الفهم اللي انا هقوله دلوقتي. انا في عندي مكون اسمه دايود او دايود. الناس بتوع الكترونات، ها؟ قطعه الكترونيه، الله يفتح عليك. هي عباره عن حاجه بنسميها بي ان جنكشن. بي ان جنكشن. أو بيسموها الوصلة الثنائية، ركز معايا في الكلمتين دول. أنا عندي وصلة، الوصلة دي بالشكل ده قاسمها نصين. عامل لها دوبنج بمادة، بحيث دوبنج يعني حقل. عامل جزء منها بوزيتيف وجزء نيجاتيف. شكل الدايود ده على أرض الواقع بتلاقي نعمل له الإيه؟ الرمز ده كده. مثلث كده ويقول لك إن البوزيتيف ده بيسموه الأنود. وده الكاثود. وبيبقى ادي طالع هنا الطرف ده اهو اللي هو الطرف ده، وهنا في طرف. يبقى ده الرمز بتاعه. ده هو الدايود، ده الايه؟ الانود، وده الكاثود. تمام؟ ده هو التركيب الرئيسي لاي خليه شمسيه، هيبقى عباره عن دايود. فهو واخد الرسمه اللي انا بقول عليها دي، عامل شبهها هنا. النيجاتيف ده اللي هو الالكترون، ومسميها هنا ان لاير، الطبقه الخاصه بالان النيجاتيف. هي دي كانت ماده من اشباه الموصلات بنسميها. الناس طبعا لو فاكره في الاول، اول حاجه بنقسم المواد لثلاث حاجات: الكوندكتورز اللي هي الموصلات زي النحاس والالومنيوم اللي هي الكابلات، وبنقيس الكوندكتيفيتي لازم تبقى عاليه. وبعد كده رقم اثنين الانسيوليتورز اللي هي العوازل دي بتفصل خالص. وبعد كده السيمي كوندكتور. احنا هنا سيمي كوندكتور، شبه موصل. شبه موصل يعني المدار الخارجي ده بيبقى متزن، في مثلا اربع الكترونات. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ مش عايز ادخل في تفاصيل الدايت جوه. كل اللي عايزك تعرفه ان هي عباره عن في ان جنكشن، في الكترونز، وفي هولز. الالكترونز دي انا اصلا جبتها ازاي؟ عملت حاجه بيسموها دوبنج، حقنت الفوسفور اداني نيجاتيف، حقنت البرون اداني بوزيتيف، خلاص يبقى هو سيمي كوندكتور. حقنت فوسفور اداني نيجاتيف، حقنت حته بالبرون اديتني بوزيتيف، فطلع الشكل اللي انت شايفه هناك. طيب قبل ما ندخل على القصه دي لازم نبقى عارفين ان في توصيلتين للدايود ده. الكلام ده مهم جدا. انا ادي الدايود اهو، هوصله ببطاريه. وادي نفس القصه هنا، دايود هوصله ببطاريه. مره هنا هوصل البوزيتيف مع البوزيتيف، تمام، والنيجاتيف مع النيجاتيف على البطاريه. هنا هقلب، يعني ايه؟ هخلي البوزيتيف مع النيجاتيف، وهنا النيجاتيف مع البوزيتيف. حته الكترونيات كده عايز الناس تركز فيها عشان هي اساس شغلانه. طيب حد يعرف لو انا وصلت البطاريه بالوضع ده التوصيله دي بنسميها ايه؟ فورورد بايس. دي بنسميها فورورد بايس. بيسموها بالعربي التوصيل الامامي. هنا بيسموها ريفيرس بايس، التوصيل العكسي. انا عايز اعرف حالات الدايود هيتصرف ازاي لما تبقى البطاريه واصله عليه بالشكل ده.
عايز اعرف الدايود هيتصرف ازاي. طيب الناس كلها عارفه في حاله الشحنات البوزيتيف مع البوزيتيف بيحصل معاها تجاذب ولا ترافق؟ تنافق معروف. تمام، يبقى بوزيتيف مع بوزيتيف تنافق، ونيجاتيف مع نيجاتيف تنافق، بس التنافر بتاع البوزيتيف اكبر شويه فبيحرك الالكترونز كده وبتمشي وبترجع البطاريه وبتبقى كلوزد سيركت. طب شكل الدايود لما يتصرف التصرف ده هيبقى شكله ازاي؟ هيتشال الدايود ده ويتحط مكانه سلكه، اهي السلكه دي اللي احنا بنسميها شورت سيركت، وادي البطاريه هتنزل اهي. يبقى انا عايزك تعرف، عشان هنركب على اللوح من بره هنركب حاجه اسمها بلوكينج دايود، وهنركب على اللوح على التوازي حاجه بيسموها باي باس دايود، واللوح اصلا من جوه عباره عن دايود، السل الواحده دايود. فانا دلوقتي ايه الرسمه دي اتحولت كده، اتحولت ازاي؟ لان بوزيتيف مع بوزيتيف ب تنافر وحصل حركه الالكترونات وبقي مكان الدايود سلكه، وبالتالي بقي ايه؟ بقي الدايود في الحاله دي موصل، يبقى الدايره اكتملت، وبالتالي بنسميها كلوزد سيركت او شورت سيركت. طب تعال نشوف الحاله الثانيه ايه اللي بيحصل. الموجب مع السالب او البوزيتيف مع النيجاتيف بيحبوا بعض، بيحبوا بعض جدا، فبيروحوا رايحين حوالين مين؟ البوزيتيف والنيجاتيف بتاع البطاريه. يعني الحته دي هتروح تلاقيها ايه؟ الالكترونز اتحرك كده، فهتفضى، هيبقى في شويه الكترونز هنا والحته دي كلها كده فاضيه، والبوزيتيف هيحصل نفس الكلام، هيروح الناحيه بتاعت السالب، هيحصل ان الجزئيه دي كلها تمام؟ بيسموها ديبليشن ريجون. هو ايه اصلا اللي بيحركني وبيعمل لي تيار كهربي ومش الالكترونز؟ الحركه. لو الحته دي فاضيه كانها اتحولت لاوبن سيركت، يعني انا بشيل الدايود واحط هنا مكانه اهو اوبن سيركت، دايره مفتوحه، وادي البطاريه. يبقى هنا اتحول لاوبن سيركت. يبقى لو سالتك الدايود، مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكتر من الحته دي، مش عايزك تدخل بقى في التفاصيل اللي هي ايه؟ بتاعت الدراسه. انا عايزك انت عشان تفهم الواح شمسيه لازم تبقى فاهم كلمتين من الالكترونيات. تمام، عايز افهم رمز الدايود، شكل الدايود بيبقى البي ان جنكشن شكلها ازاي، عايز اشوفه لما اوصل عليه بطاريه بوزيتيف مع بوزيتيف هيبقى اسمه توصيل امامي او فورورد بايز. تمام، اما بوزيتيف مع نيجاتيف اللي هي الحاله الثانيه بيبقى توصيل عكسي او ريفرس بايز، وبيبقى المكافئ للدايره اوبن سيركت.